الله يا هاجر كملي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عاوز أعرفكم معنى كلمة الربا. الربا يعني إيه؟ يعني واحد استلف مبلغ من المال من واحد محتاج وبيستلف منه وقال له هرجعهم لك بعد شهر. المفروض يرجعهم هما يعني مثلا لو 100 جنيه يرجعهم 100 جنيه. الراجل بقى اللي هو سلفه يقول له لا ترجعهم لي 120 أو ده ربا. المفروض إن أنت استلفت 100 جنيه يرجعهم 100 جنيه، لو خدتهم أكتر يبقى ده الربا اللي منهي عنه في الآيات. وربنا قال وأحل الله البيع وحرم الربا. لو في بيع البيع بيننا وبين بعض، لكن الربا حرمه ربنا.